وقد بين بكلام جميل حماد بن سلمة الإمام أتباع التابعين، يقول: والله لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني الله أو يحاسبني أمي وأبي لاخترت أن يحاسبني الله، الله أرحم بي من أمي وأبي، أرحم بي من أمي وأبي. وقد صدق: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى امرأة أخذت وليدها أو رضيعها من الأرض أخذته وضعته على صدرها، قال: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا والله ما تفعل. قال: الله أرحم بكم من هذه بولدها. اللهم نسألك أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ترحمنا وترحم جميع من يسمعنا.